عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل مكارم طوال الشبور ترى واحد وشوقنا الطير مع سرب الطيور حط دقع ذنوب كار مكارم طوال الشبور توجيه سامي للغرام في كل عام الصدور أمن المعارف شعبه بحكم الذخور أبو خالد اللي له يشار لا من حضر كف والحضور الحجر عندما تجار لا يلحق الموروث جار اشرف بالنقود حرار بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. نحييكم أجمل تحية صباحية هنا في ميدان الوقن لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق هذا الشوط الأول الخاص هنا بالحقائق البكار ضمن إشارة الديوان. مشاهدين الأعزاء، شارة الديوان السابعة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء التي تأتي بالتوجيهات السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان حفظه الله تعالى ورعاه وأدامه الله وأبقاه، حيث نعيش اقتراب الثاني من ديسمبر لعيد الاتحاد والديار اللي لها عزة وتاريخ مجيد جعلها بمن وسلام وتفرح بأعيادها. الإمارات الحبيبة زاهية في كل عيد بإذن رب العرش واللي للمعالي قادها رئيس الدولة خليفة راعي الفكر السديد مع ولي عهده محمد لليمين اسنادها، دولة فيها التقدم والأمن ساق القصيد والمواطن للوطن جر اللحن وانشادها، جعلها في كل لحظة من مزيد إلى مزيد عامره بشعوبها وشيوخها روادها. هكذا ينطلق هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء، الذي يحمل لنا هذه الشعارات. صدارة هذا الشوط والمركز الأول ياتي شعار سيف بن مسلم بالزفنة العامري، بينما هناك عالية عالية يتقدم حمد بن صالح راعي الطير العامري يقدم لنا عالية على الصدارة الأولى تخطف الصدارة والمركز الأول، بينما هناك القادم في هذه اللحظة سالم بن عبد الله بن حمد بالويع العامري، بينما هنا الدخول الوصول في هذه اللحظات والتواصل من شعار محمد بن علي بن حميد الوهيبي، بينما هناك الدخول والوصول من ملامح وعوض بن محمد بن سعيد الأعفاري، وهنا القدوم في هذه اللحظة من قازية ومانع بن سلطان بن الصريدي الدرعي، وأرى قدوم من شعار بن بخيت يقدم الشاهنية وسعيد بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري هنا من خلال هذه الانطلاقات والتحديات والمنافسات. مشاهدينا الأعزاء ومتابعين الكرام، أرى شعار بن حلوس قادم في هذه اللحظة متواصلا مع غنايم وسيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وأرى دخول من شعار بن رملي قادم في هذه اللحظة متواصل مع علاج يقدم لنا علاج في هذا المسار سهيل بن رملي بن محمد العامري. وصل شعار بن عثعيث ليقدم لنا هنا ملهمة، ومسلم بن مبارك بن عثعيث العامري، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الثلاثية الرائعة عالية وراعي الطيرة مع عالية حمد بن صالح راعي الطير العامري، ولكن ملامح قادمة في هذه اللحظات وعوض بن محمد بن سعيد الأعفاري. ما شاء الله ثنائي رائع، انطلاق مميز، ولكن هنا ملامح مشاهدين الأعزاء يتقدم في هذه اللحظات.
شعار بدبي عوض بن محمد بن سعيد العفاري، وهناك عالية راع الطيرة مع عالية، والقدوم الآخر على ثالث الأسماء مانع بن سلطان بن الصريدي. الدرعي قادم قادم، ولكن ملامح ملامح، والقدوم هناك من قازية قازية في اللحظات الأخيرة، قازية قازية ملامح، ولكن بن عثعيث بن عثعيث اللحظات الأخيرة، ولكن هنا قازية من غزت الصدارة وانتزعت الناموس والانتصار. قازية مع مانع بن سلطان بن الصريدي الدرعي من خطف ناموس هذا الشوط الأول. المركز الثاني المركز الثاني كان شعار بن عثعيث مع ملهم مسلم بن مبارك بن عثعيث العامري، بينما المركز الثالث كانت عالية حمد بن صالح أيضا العامري مقدم لنا، أو نعم بالفعل بشعار بدبي وصل هناك مع المركز الثالث مقدما لنا شعار وانطلاقه الرائع والمميز هناك مع ملامح عوض بن محمد بن سعيد العفاري. إذا عودتنا بالتهنية والناموس لمن قدم لنا غازي مانع بن سلطان بن الصريدي الدرعي، والتوقيت الزمني 4 دقائق 37 ثانية.